الشريط الثامن، بقية قصة موسى عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لازلنا وإياكم في هذه السلسلة من قصص الأنبياء، ووصلنا في الحلقة الماضية في الدرس الماضي إلى نبوة موسى عليه السلام، بداية النبوة. وذكرنا أن موسى عليه السلام قضى 10 سنين في مدين، ثم توجه مع أهله وأولاده وبعض ما يملك من الغنم، توجه إلى مصر راجعا إلى دياره، إلى بلده، إلى أمه، إلى أبيه. وفي الطريق أضل موسى عليه السلام الطريق، وكان البرد شديدا، وكان الظلام دامسا حالك، فلم يعرف أين يذهب والبرد شديد. فرأى من بعيد نارا، فقال لأهلهم: كثوا، إني أنست نارا، لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. آتي بجزء من النار تتدفؤون بها، تصطلون بها، أو أجد على النار هدى، بعض الناس على النار ربما يدلون الطريق. فلما اقترب موسى عليه السلام بيده عصا ويمشي ويقترب ويقترب، فإذا النار نور يخرج من شجرة مباركة، شجرة في وسط واد مقدس يخرج منها نور ساطع. اقترب موسى عليه السلام منها، فإذا به يسمع صوتا يناديه: يا موسى، إني أنا الله رب العالمين، يا موسى، إني أنا الله رب العالمين. ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ موسى عليه السلام يسمع صوتا لأول مرة يسمعه بشر على وجه الأرض، إنه الله جل وعلا. فإذا بموسى يفزع من هذا الصوت: من؟ إنه الله. إني أنا ربك فاخلع نعليك. لما؟ إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. موسى بدأ يستمع إلى الوحي، إلى الرسالة تنزل عليه من عند الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل لموسى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ الله يعلم، لكن أراد من موسى أن يتكلم، أن يتحدث، أن يزول الخوف عنه، أن ينتبه لهذه العصا. قال: هي عصاي. انتهت الإجابة، لكن موسى عليه السلام أحب أن يتكلم ويحادث ربه جل وعلا. قال: أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال الله عز وجل لموسى: ألقها يا موسى. يلقي العصا؟ نعم، ألقها. فإذا به يلقيها، فلما ألقاها فإذا العصا تتحول ثعبانا عظيما ضخما له أنياب تصطك. فألقاها فإذا هي حية تسعى. هرب موسى عليه السلام، ركض وخلفها وراءه. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. فناداه الرب جل وعلا: يا موسى أقبل، يا موسى أقبل ولا تخف، إنك من الآمنين، لا تخف. يقترب، يقترب من الحية، من الثعبان العظيم. فقال له الله عز وجل: خذها ولا تخف. يأخذ ماذا؟ يأخذ الحية حتى يزول الخوف من قلبه شيئا فشيئا. قال: خذها ولا تخف. فأخذها موسى عليه السلام، فإذا الحية رجعت عصا. ألقاها فإذا هي ثعبان، أخذها فإذا هي عصا. ما الذي يحدث؟ ما الذي يجري؟ إنها معجزة. قال الله عز وجل: واضمم يدك إلى جناحك، ضع يدك تحت إبطك في ثيابك، تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. أدخل يده، أخرجها، فإذا هي نور تتلألأ، بيضاء نقية ناصعة. الله أكبر، ما الذي حدث ليدي؟
أدخلها مرة أخرى رجعت كما كانت، مرة ثالثة بيضاء نور يتلألأ، مرة رابعة يدخلها في إبط تحت جناحه تحت إبطه ترجع كما كانت. سبحان الله، ما الذي يحدث؟ ما الذي يجري؟ آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. فإذا بموسى عليه السلام يريد أن يعرف ما الذي يجري ولما كل هذا، قال الله جل وعلا له: اذهب إلى فرعون إنه طغى. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون. استجاب موسى لربه ولكن طلب منه طلبا، قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. قبل 10 سنوات خرجت منهم يا رب وكانوا يطلبوني، كانوا في إثري يريدون قتلي لأني قتلت منهم نفسا، فربما يقتلوني ولا أستطيع تبليغ دعوتي. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. أعظم الناس شفاعة لأخيه موسى، شفع لأخيه هارون عليهما السلام فصار نبيا، فاستجاب الله له. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. ثم قال الله عز وجل: لا تخف أنت وأخوك، لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى، معية الرؤية، معية السمع، إنني معكما يحفظكما الرب جل وعلا. فإذا بموسى يدخل إلى مصر، فأول ما توجه إلى بيت أبيه وأمه طرق الباب، تخيلوا اللقاء بعد 10 سنين، ظنوا أن موسى قد مات، موسى انقطعت أخباره، بعد 10 سنين يرجع إليهم، يعانق أمه، أباه، إخوانه، يجلس معهم. كان الوقت في الليل، فجلس معهم وهو على مائدة الطعام، قال لأخيه هارون: يا هارون، إن الله عز وجل أمرني وأمرك بأمر. قال: وماذا أمرنا ربنا به؟ قال: أمرنا أن نذهب إلى فرعون. قال: إذن فلنقم يا أخي. مباشرة استجاب هارون، فذهب موسى مع هارون واتجها باتجاه قصر فرعون، فرعون الظالم، فرعون الطاغيح، فرعون الجبار الذي يقتل الأطفال. فإذا بهما يستقبلانهما الحرس عند البوابة، بوابة القصر. قالوا: ماذا تريدان؟ قال: نريد أن نرى فرعون. فاستهزأ الحرس عليهما: أنتما تقابلان الملك؟ أنتما تقابلان فرعون؟ قال: نعم، أخبر فرعون أننا رسول رب العالمين. فذهب الحرس يخبران فرعون. قال فرعون: من هؤلاء؟ قال الحرس: رجل يسمي نفسه موسى. موسى بن عمران؟ قالوا: نعم. قال: ادخلوه علي ادخلوه. فدخل موسى عليه السلام على فرعون فقال له: السلام على من اتبع الهدى. قال: أنت موسى؟ قال: نعم. قال: ما الذي جاء بك يا موسى؟ قال له موسى عليه السلام: إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. لا نريد منك شيئا يا فرعون، دع ملكك لك، قصرك، هذه الأرض التي تحكمها كلها لك، لكن نريد شيئا واحدا، أن نخرج مع بني إسرائيل الذين استعبدتهم في الأرض وأصيبوا بالذل عندك والهوان، نريد أن نخرج معهم، نعبد الله عز وجل معهم. فرد فرعون على موسى: أنت موسى؟ قال: ألم نربك فينا وليدا. ما تذكر لما كنت عندنا طفلا صغيرا ربيناك وأطعمناك وكسوناك، الآن يمن عليه بالنعمة، ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. هكذا أصحاب الضلال، إذا جاء رجل اهتدى، وإذا تاب إلى الله عز وجل شاب، قال أصحابه: ما تذكر أفعالك القديمة؟ ما تذكر سوابقك؟
ما تذكر ذنوبك ومعاصيك؟ فرد موسى على فرعون قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. نعم فعلت هذا الفعل هذه الفعلة وقتلت نفسا لكن أخطأت، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. ثم يا فرعون هذه نعمة تمنه علي أن عبدت بني إسرائيل، عبدت أمة كاملة، كل قوم عبدتهم وجعلتهم عبيدا لك، وتقول أنك ربيتني في قصرك، أي نعمة تمنها علينا؟ فرد فرعون على موسى، والآن أتباع فرعون جالسون في القصر، وزراؤه حاشيته ينظرون ويسمعون الكلام، الجدال غريب، أول مرة يتجرأ إنسان بهذه المقولة. فرد فرعون على موسى قال فرعون وما رب العالمين؟ فقال له موسى قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال فرعون، الآن فرعون يريد أن يثير الناس على موسى، قال لمن حوله للناس استهزأ ألا تستمعون، ما تسمعون إيش يقول هذا الرجل؟ فقال موسى، يستغل الفرصة الآن موسى عليه السلام، قال ربكم ورب آبائكم الأولين. أي من خلقكم؟ من خلق آباءكم؟ من خلق أجدادكم؟ أيعقل أن وجدتم هكذا بغير خالق؟ فكروا اعقلوا. فرد فرعون خاف الآن، بدأ يسب، بدأ يشتم، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، هذا رجل مجنون، ما يفهم ما يقول، ما يعقل كلامه. رد موسى عليه كأن موسى يقول أنا المجنون أم غيري؟ قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. إذا كنت أنا مجنونا فهل أنتم أصحاب العقل؟ أين رب المشرق؟ أين رب المغرب؟ أين رب ما بينهما؟ أين هو؟ يستهزئ عليكم فرعون فيقول لكم أنا ربكم الأعلى. بدأ الآن فرعون بالتهديد، قال يا موسى اسمع، لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، أسجنك. وهل موسى يخاف من السجن؟ فقال له موسى عليه السلام قال أولو جئتك بشيء مبين؟ قال ماذا؟ ائتني. قال فأت به إن كنت من الصادقين، أريد أن أراه إن كنت صادقا. فإذا موسى يلقي عصاه أمام الناس في القصر، وإذا العصا تتحول ثعبانا عظيما، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. كأن موسى عليه السلام الآن يعني غلب فرعون بهذه المنازلة، فإذا بفرعون الآن يريد أمرا آخر، بدأ يحول الحديث، قال فما بال القرون الأولى؟ يعني ليش القرون الأولى كلها ما آمنت بالذي آمنت به أنت الآن؟ جئتنا بدين جديد. موسى عليه السلام أراد ألا يعني ينحرف بالحديث إلى منح آخر، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، يعني لا تتكلم عن ما سبق كله في علم الله عز وجل، مصيرها عند الله، أنا أكلمك أنت وأتباعك. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ تظن أنك بهذا السحر تخرجنا من هذه الأرض؟ فلنأتينك بسحر مثله، سوف نأتيك بسحر مثل ما أتيتنا بسحر، فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، أختر أي موعد وأي مكان. فقال موسى عليه السلام هذه فرصته، قال موعدكم يوم الزينة، يوم العيد، كل الناس يجتمعون، وأن يحشر الناس ضحى. فإذا بفرعون يذهب ويجمع السحرة، أرسل في المدائن حاشرين، كل السحرة، أكبر السحرة وأعظم السحرة جاء بهم فرعون، تولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، وجاء اليوم الموعود والناس قد اجتمعوا في صعيد واحد يرون ما الذي يحصل وما الذي يحدث. فرعون جاء بالسحرة وقال السحرة لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، إذا غلبنا؟ قال نعم،
وإنكم إذن لمن المقربين. والتقى الصفان صف فيه سحرة قيل بالآلاف وقيل بالعشرات، الله أعلم بالعدد، كبار السحرة. والصف الآخر فيه موسى عليه السلام وبيده عصا لا يملك إلا عصاه، فإذا بهم يقول لهم موسى عليه السلام قبل بداية المعركة وبداية المنازلة، يقول لهم موسى: ويلكم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فإذا بهم يسمعون هذه الكلمات، هذه كلمات النبي أم رجل إنسان عادي وكلام من رب العزة. فتشاوروا بينهم واختلفوا: إياكم أيها القوم أن تنازلوا هذا الرجل، ربما يكون نبيا. فاختلفوا تنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، ثم اتفقوا على كلام واحد: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. فتقدم رجل منهم وتقدموا إلى موسى، قالوا: يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، من يبدأ؟ قال: بل ألقوا، أنتم ابدأوا. فإذا بهم يقولون، قالوا بعزة فرعون، يعتزون بفرعون، قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقوا حبالهم وعصيهم، فإذا الحبال والعصي ثعابين عظيم والناس قد خافت منها. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. والناس ينظرون ويندهشون، ماذا سيفعل موسى أمام هذه الثعابين وهذه الحياة العظيمة التي استرهبت الناس وخوفت الناس؟ قال لهم موسى، قال: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: لا تخف، لا تخف، وألق ما في يمينك. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك، فإذا هي تلقف ما يأفكون. فإذا عصى موسى عليه السلام حية عظيمة ثعبان ذو قوائم كبيرة، والناس قد تراجعوا والملأ قد خافوا والسحرة قد تراجعوا وهم ينظرون: ما هذا الثعبان؟ ما هذه الحية العظيمة التي لها قوائم وعنق عظيم وشكل هائل مزعج؟ فانحاز الناس وتأخروا، وأقبل هذا الثعبان العظيم وأقبلت هذه الحية الكبيرة إلى حياتهم، إلى ثعابينهم، وإذا هي تلقفهم واحدا بعد الآخر. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك، فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وإذا بالسحرة لما رأوا هذا المنظر العظيم علموا أن هذا ليس فعل بشر، هذا فعل رب البشر. فخر السحرة كلهم سجدا لله، كلهم سجدوا وهم يقولون: آمنا برب هارون وموسى، آمنا برب هارون وموسى. وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. وإذا بفرعون غضب عليهم، خاف الناس لأن ينفتنوا بهذا الفعل، قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. هددهم بالقتل والصلب، فرد السحرة عليه فقالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. يقسمون: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وفعلا قتلهم فرعون وقطع أيديهم وأرجلهم وهم يقولون: ربنا أفرغ علينا صبرا،
ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. كانوا أول النهار كما قال ابن عباس سحرة كفر، وصاروا آخر النهار شهداء بررة فقتلوا. ثم بدأ الملأ يحرضون فرعون على موسى عليه السلام، قالوا له أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ شوفوا البطانة، البطانة السيئة. فرد فرعون قال سنقتل أبناءهم مرة ثانية كما فعلناها قبل ولادة موسى، الآن نفعلها مرة ثانية، سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. وبدأ التقتيل، قال نقتل الأبناء حتى لا يكبروا ويصيروا رجالا يقاتلون مرة أخرى. فقال موسى يصبر قومه، قال موسى لقومه استعينوا بالله، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ما عندنا إلا الاستعانة بالله والصبر. فرد بنو إسرائيل على موسى، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. أرأيتم الأسلوب؟ صبر موسى عليهم صبرا عظيما، رحم الله موسى، لقد أوذي أكثر من هذا فصبر، هذا حديث نبينا عليه الصلاة والسلام. فرد موسى يثبتهم، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فرعون الآن يبحث يريد أن يأتي بموسى ليقتله أمام الناس، ويقول لمن حوله ذروني اتركوني دعوني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ومن منعك يا فرعون؟ ومن منعك أن تقتل موسى؟ يقول ذروني أقتل موسى، من منعك؟ من صدك؟ ولكنك لا تستطيع، لن يدعك الله عز وجل لتقتل موسى كليمه وصفيه. ثم قال إني أخاف أن يبدل دينكم. الله أكبر، صار فرعون اليوم حريص على الدين، صار فرعون يخاف من الفساد في الأرض. فتدخل رجل مؤمن من آل فرعون، من حاشية فرعون، آمن بالله لكنه كتم إيمانه خوفا، لكن اليوم خلاص وصل الخطر للنبي، لكليم الله للرسول. فتكلم هذا الرجل وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. إذا به ينصحهم ويذكرهم، يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. ينصح فرعون الآن خاف، زوجته آمنت حتى قتلها وهي طلبت جوار الله عز وجل، طلبت بيتا في الجنة. ماشطة ابنته آمنت فذبحها مع أولادها، الآن رجل مؤمن من آله من حاشيته يؤمن بموسى يؤمن بهذا الدين. فإذا بفرعون يجمع الناس فيقول لهم ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. تكتيم إعلامي، فقط الذي أراه هو الذي ترونه، وما أقوله هو الحق وما عداه فهو الباطل، فقط تسمعون الذي أقول. ثم أخذ يستخف بقومه فقال لهم يا قوم أليس لي ملك مصر؟ الملك لله أيها الغبي. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ بدأ يخاف على الناس، بدأ يغر الناس أنني أملك مصر وموسى لا يملك شيئا، حتى الكلام ما يعرف يتكلم، يجعل أخاه هارون يتكلم نيابة عنه. إذا يغر الناس والناس يصدقونه، استخف قومه فأطاعوه. ثم بدأ العذاب ينزل على آل فرعون،